علي علي تعال انت تعال. مرحبا سليم، كيفك؟ وينهم أهلك؟ راحوا على البوفيه ليشتروا أكل. عمليتي نجحت، عمليتي نجحت، شكرا لك. لا تشكرني. ما فوتوني على عمليتك. ليش؟ ليش؟ لأنه الحياة مو سهلة مثل ما متخيلين. مو سهلة. ولهيك حاسس حالي ضايع. شو رح نعمل؟ شو رح نعمل؟ رح نحاول نتأقلم. حتى لو ما بدنا. حتى لو خفنا وحتى لو بكينا. لازم نقوى ونرجع نوقف على رجلينا. رح نتعب ورح نوقع، بس رح نرجع نقوم. رح نكبر. رح نكبر. رح نكبر. رح نكبر. ما بحب خلي حدا يكذب، بس لا تقول لحدا اني اجيت زرتك، ممكن؟ اوكي. انتبه على حالك. وانت انتبه على حالك، انتبه على حالك. انت رح تصير اشطر دكتور، اشطر دكتور. مين شغل الضوء؟ ابني؟ اجى عندك حدا؟ طيب رح طفي الضوء. لا طفي، لا طفي الضوء. منيح الضوء، منيح يا روحي. برافو عليك يا روحي، صح الضوء منيح. برافو عليك ابني. رح تتحسن بابا، أنا متأكد. المشرط. جاهز. الشعر. أنا لحالي، بس ما رح خاف، فيني أعملها.
علي؟ نازلي؟ تفضل استاذ تفضل. شو رايك اللي بيسمعك؟ كيفك؟ منيح شكرا. شو عم تعملوا هون؟ في عملية مهمة اليوم، في حالة ورم صعبة بدنا نعالجها. يا حرام بقدر اجي اشوفها؟ كثير ناس رح يجوا يشوفوها. اكيد ما رح يروح علي هيك حدث طبي، لانها عملية مو عادية. ما عنده حل، بده يجي. الله يشفي، ما فينا غير ندعي. الله يعافيك. اي والله الله يعين اهلي. شو صعبة، الله يعينهم فعلا. اي والله معك حق. صباح الخير. يلا كابتن، عنا شغل بالمخبر. يلا يلا. بشوفك نازلي. بشوفك. كابتن؟ ليش قلتي لي يا كابتن؟ ولا شي، مجرد لقب، يعني لأنه صرنا رفقات. ليش نحن رفقات؟ ايه خلص، انت صرت من فريقنا، فلهيك يعني بحكم الشغل قربنا من بعض. مو كنت رفيقة لنازلي لما كنت تشتغل معه؟ ايه مبلا. يلا امشي. دويغو مرحبا. بدنا 60 وحدة من زمرة الدم بإيجابي للعمليات. عن جد 60 وحدة؟ ليش بدكن تنقلوا دم لفير؟ لا بس مريضنا وزنه 150 كيلو وعنده ورم ليفي عصبي. مع لهالحالة الورم في دم أكتر من المريض. أي ولهالسبب بدنا نطبق عليه بروتوكول نقل الدم المستمر. العملية خطيرة وكل العالم رح تشوفها. حالة المريض كتير صعبة. ايه بس نازلي رح تحتاجوا مضادات لتحلل الفيبرين مشان تسيطروا على النزيف. فكرة حلوة. شكرا لك. اذا بدك انا فيني اشتغل على تقنيات نقل الدم الذاتي. السرطان خطير، بس طبعا اذا اشتغلتي على امكانية انقاذ الخلية ف... لا علي، ما في داعي. الأستاذ فرمان جهز فريق كتير شاطر للعملية، يعني في عنا كل الخبرات اللي منحتاجها. ما تقلق. شكراً لك. علي، في عنا مشكلة. بنت رفيقة المدام بيليز. البنت الصغيرة؟ ايه ناز، شفت نتائج التصوير الطبقي قبل العملية ولقيت شي غريب بالنزيف اللي كان معه. مو ازدواج، في تجمعات دموية بأطراف دماغها، بس كأنه ما في تورم بالجمجمة. ايه يعني لازم يكون في حدا رجل راسه كتير ليصير هالنزيف. معقول الحكي؟ علي، أكيد تعرضت لرج قوي لنزفت. معناتها في حدا عم يعنفها للبنت. مرحبا. شش، وطي صوتك. شبك رح تفيقيها للبنت؟ أنا آسفة لا تواخذيني، بس أنا إجيت مشان اطمن على البنوتة، إن شاء الله تكون رايقة اليوم. بنتي عملت عملية، كيف بدها تكون برأيك من سلام؟ عفوا مدام، أنا لهيك إجيت اطمن عليها. هي مو مريضة بقسمنا أساسا، بس يعني أنا حبيت اطمن عليها. شكرا، ما في داعي تطمني، يا ريت تطلعي لبرا لأنه البنت نايمة. أنت عطول متوترة هيك؟
ومين انت؟ علي. علي وفا من قسم الامراض. اجيت مشان خبرك انه نحن رح نسرع بتحاليل بنتك، بس لقيتك متوترة وهالشي ما نو منيح. انا متوترة؟ ايه. بنتك كتير صغيرة بس هي بتحس بكل شي، لهيك لازم تكوني هادية. حضرتك هيك بتتصرفي قدامها بالعادة؟ لا شو؟ لا أبداً، معقول هالحكي؟ أنا بس قلقانة شوي من قصة التحاليل، وكمان جو المستشفى بيوترني. أنا عن جد آسفة كتير. أستاذ غالب، نحن كنا متوقعين أنه يكبر الورم بعد آخر تصوير عملته، بس الحقيقة ما كنا متوقعين أنه يكون كبر كل هالقد. المشكلة أنه الأوردة اللي كنا رح نكويها ونمرق عن طريقها صارت هلأ بسمك إصبع الإبهام للأسف. العملية صارت كتير صعبة، يعني إذا طلعنا الورم ممكن تموت من النزيف. معلش عملوها. ابني ما سمعت شو قال لك الدكتور؟ هاي مخاطرة. ماما بفضل موت على طاولة العمليات على اني اعيش هيك. انت شو عم تحكي ابني؟ بلا هالحكي بترجاك؟ بوس ايدك بلا هالحكي ابني. ابني لا تزعلنا، رح يمرق كل شيء، انت بطل وفيك تتحمل. من شان الله شو بدي يتحمل بابا؟ من لما مرضت ما بقى قدرت أعمل شيء. أنا كان عندي شغل وكان عندي خطيبة وهلأ لزقان بالتخت. بس قلبك عم بدق، يعني أنت منيح وبخير. لا تفكر هيك لو سمحت، نحن ما رح نقدر نعمل العملية، بس عنا برنامج دعم نفسي منيح وصدقني رح تستفيد منه. أستاذ غالب، نحن رح نسكن وجعك ورح نحاول نريحك، لا تقلق. نحن رح نقدم لك رعاية صحية ممتازة. شو رح تعملوا يعني؟ رح تاخدوني على السينما بسيارة الإسعاف مثلا؟ هاي مانا حياتي يا دكتور. أنا مستعد خاطر، خليني وقع لك وبتعمل العملية على مسؤوليتي، بتكفيني فرصة 1%، غير هيك يلا خلونا نرجع على بيتنا. لأنه أنا ما بدي لا دعم نفسي ولا غيره، أنا بدي أعمل هاي العملية. لا تعمل هيك، خلص روح حبيبي، رح تصير منيح، رح تتحسن أكيد. أنا متأكدة ابني، بترجاك لا تعمل فينا هيك، بترجاك يا غالب، بترجاك. مو معقول هالحكي يا شباب، أنا متأكدة إنها مستحيل تعمل هيك، يعني أنا بعرف شبنان من زمان، هي أقرب رفيقة لإلي، شبنان مستحيل تأذي بنتها. وأبوها؟ أبوها لناز؟ ليفانت هو إنسان سيء كتير، خانة لشبنان شي 100 مرة، وهي كان بدها تجيب ولد ولهالسبب تحملته، ولما حملت اتطلقت منه، يعني البنت ما في إلى أب أساساً. والمربية؟ أي حدا من العائلة؟ أكيد في حدا أذاها للبنت. لا، لأنه شبنام كتير كانت حابة تجيب ولد، ولهيك هي عم تهتم فيها لحالها، وأصلاً أهلها كلهم بأنقرة، يعني ما في حدا. معناها هي اللي عنفتها للبنت، ما في خيار تاني مدام. نحن لازم نخبر الخدمات الاجتماعية فوراً. لا مدام، في حدا أذى الطفلة، في حدا سبب لها النزيف، ما فينا نترك الموضوع. أنا ما فيني أظلم رفيقتي، لازم أتأكد بالأول. كيف بدنا نتأكد طيب؟ رنين. رنين؟ ايه رنين؟ منصور رنين ومنشوف اذا كان في توسع اضافي، اذا كان في معناتها اكيد في حدا اذى الطفله. انا فيني اعمل لها الرنين المغناطيسي، اعمله. علي انت اخصائي امراض، شو نسيت؟
نحن رح نخبر جراحين الأطفال فوراً، رح نقلهم يصوروا رنين مغناطيسي. هيك منيح مدام؟ منيح، خليهم يصوروا. عفوا، بدي واحد شاي بالليمون. نازلي كيفك؟ منيحة. عطشت فقلت بنزل بشرب شي. أنا قلت لك ما بدي تساعديني، ما قلت ما بدي نحكي مرة تانية. قال أنا يلي عندي مشاكل بالتواصل. معك حق، يمكن أنا بالغت شوي بردة فعلي. إيه اللي كيف أمورك؟ مبسوطة هنيك؟ في تحليل بيقول إنه الطفلة عم تتعنف. معقول علي؟ ليش عم تقليلي معقول نازلي؟ أنا شو دخلني؟ أكيد مو أنا اللي عم عنفها. لك لا مو هيك قصدي، يعني المهم إيه؟ صاير معها صدمة من الرج، يعني ما أنا صدمة ناتجة عن ضربة أو وقعة، بس نحن رح نتأكد على كلين، ولما نتأكد رح نحاول نعرف مين هو الفاعل. يعني عم تشتغل على حالة غامضة كتير وبدها تحقيقات. إدويجو هيك قالت، قال هالحالة بدها تحقيق. ايه شايفة انه مرتاح مع دويجو وصرتوا صحبة؟ هي ذكية وعاقلة وظريفة، غريبة شوي بس ايه متفاهمين كتير حلو. ايه ظاهر انك مهتم فيها ومرتاحين بالشغل وفهمانين على بعض، معناها قسم الامراض مو سيء علي. علي شو عم تعمل؟ علي شو صار لك؟ شبك ليش قمت؟ انا ما قلت شي. روق، ما هلأ بيفكرونا مجانين وقايمين من طاولة لطاولة. علي طيب خلص ما بقى أقول شي، رح أسكت. شو هاد شاي بالفواكه؟ في بقلبه قطعة كبيرة ما بتطلع بالمصاصة. حدا بيشرب شاي بالفواكه؟ الشاي شي والفواكه شي، ما بيتاكلوا سوا. لحظة شوي علي، لقيتها، عرفت كيف بدنا نعالج الأستاذ غالي. يلا باي. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.